الراديو 90-90 هواها مصري. وافطر على قد وشيف حسن حسونة، بس انت بكره على راديو 90-90، وكل يوم بنعمل افكار كده لطيفة مع شيف حسن حسونة على القد، يعني شوية كده اكلات وافطار على القد لطيف. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك؟ انا زي الفل. سحرت امبارح؟ ما تسحرتش. عشان كده جاية جعانة؟ لا ابدا، ده انا جاية فايقة ونشيطة وجعانة اكتر من اول امبارح. طيب بص، النهاردة هنعمل رز حلو قوي. الرز ده يا جماعة يتاكل مع اي حاجة، حلو قوي. انا بحب بقى الحاجات دي، حاجات وجنبها شوية حاجات محمرة ويتاكل لوحده. يعني احنا هنقول مثلا ايه، انت في ناس بتحب شيش طاووق، شيش طاووق هنعمل رز بالبسلة واللحمة المفرومة، الله، ومعها سنة جزر كده صغيرة. بس الجزر مش هنقطعه بالطريقة اللي هي المعتادة بتاعتنا، هنقطعه بطريقة جديدة خالص. اوكي خلاص كده، بس ما تعذبنيش في التقطيع. لا انا بخاف على ايدي خالص. ايدي خلاص. انت هتقطعي الجزرة بعد ما تقشر بطولها. تمام، تقطعيها بطول خالص. اوكي خلاص كده. بس تقطعيها زي الشيبسي، رفيع جدا. تمام. مش عارفه تقطعيها زي الشيبسي، في المبشره بتاعتك اللي هي العاديه زي الشيبسي. تمام. هتاخديها بالطول كلها، يعني رقات كده جزر رفيعه. خلاص كده. تمام. وبعدين قطعيها نصين، الواحده الطويله دي قطعيها نصين وحطيهم كلهم فوق بعض. وقطعيهم زي الخله، رفيع رفيع رفيع. خلاص كده. اللي هو ستيكس، يعني اللي هو بالظبط كده عصيان صغننه. انا مش عايز اقول ستيكس والكلام بتاع الناس ده. الستيكس ده بقى السنين اللي بنقعد ننضف في السنين بعد الاكل. خلاص بقى. عشان كده عارفاه. لكن انت بتقعد تقول لي في حاجات اسماء اكل بصلك، مش هو ايه هو بيقول ايه، هو مين راح فين. بعد ما بنقطع الكلام ده بنمسك الجزر ده ونركنه على جنب. تمام. ناخد البسله بتاعتنا والجزر ده نسلقه نص سلقه. خلاص. تمام. عاوزه تسلقيه سلقه كامله، اسلقيه سلقه كامله بالتتبيله بتاعته بكل حاجه. تمام. تاخدي البصلايه حمريها، تاخدي اللحمه المفرومه بتاعتك تعصجيها عادي خالص، وتكوني عامله رز الابيض لوحده عشان ما في ناس مش هتعرف تسويها كلها مع بعض. تاخدي البصلايه بعد ما تحمريها وتحمري تعصجي اللحمه بتاعتك، حط عليها البسله والجزر وقلبيهم. الجزرات تستوي ان هي مستويه ومع البسله المسلوقه، قلبيهم، خدوا الطعم كله مع بعض. كنت عامله رز الابيض. تمام. انزلي على بالرز الابيض وقلبيه تقليبه حلوه. اصبح بقى عندك الرز في اللحمه المفرومه وفي الجزر وفي البسله. وبعد ما تعملي ده كله حطيه على البايركس او حطيه في طبق التقديم. وبعدين تجيب شويه بصل من اللي احنا محمرينهم بتوع الكشري دول ومحطوطين على الوش، اللي هو البصل الناشف المحمر اللي هو التقليه بيقولوها التقليه، حطها على الوش. طيب. عندك شويه حمص مسلوق. يا سلام، مية مية. اعملي شكل بيه حلو قوي. يتقدم بقى معاه هريسه اللي هي الشطه. دي بقى بتتعمل ازاي؟ دي سهله جدا. بنت بتجيبي الطماطميه بشوريها، وتجيبي وحدتين فلفل حامي احمر لونه احمر، وحطيهم في الهون مع الثوم، يا اما قطعيهم وفرميهم جامد. وتجيبي سنه ثوم صغيره تحطيها في الزيت، معلقتين زيت، وقلبي ده كله في بعضه وتنزل عليه بالطماطم وتسيبهم لحد ما يتسبكوا، وده سنه خل بس كده. هي دي الهريسه اللي بيحب الهريسه. نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا مكملين وافطار على القد وشيف حسن حسون وبسانتو بكر على راديو 90-90. والنهارده المنيو عظيمه، حلو قوي. الرز والبسله والجزر يعني بص، هو طبق حلو جدا جدا. وعاوز اقول لك وكافي لوحده والله. وفي اللحمه وفي الحمص وفي الجزر وفي كل المكونات. صحيح. وفي يعني انت بتاكلي طبق. وممكن اعمله من غير سمنه على فكره، يعني الناس اللي عامله زيت. انا ولا زيت. انا عمال اقول لك كل شغل عشان تسوي الرز لازم تسويه بزيت ولا بسمنه. يا اما في ناس تعمله بالرز البسمتي مسلوق مثلا. تمام. هايل. اسلقي الرز البسمتي واعملي اللي انا قلت لك عليه ده كله مره واحده وقلبيه كله على بعضه، هيطلع حلو جدا وهيلسي ودايت وحاجه جميله. انت قلت لي الرز البسمتي بياخد سوى اكتر او بياخد ميه اكتر من الرز العادي ولا العكس؟ لا، لو انت ما غسلتيش الرز البسمتي او ما نقعتهوش، هو المفروض بتنقع من 10 ل 15 دقيقه. تمام. على حسب نوع الرز. بس هو كله بيتنقع. تمام.
تشطفيه شطفه كويسه وتسيبيه في الميه. بعد 10 دقايق صفيه وتسيبيه في المصب. تمام. الخمس دقايق الباقيين. اوكي. بعدين تكون انت غاليه الشوربه بتاعتك متبله فيها كل حاجتك، فيها الزعفران، فيها لون الزعفران، فيها الكركم، فيها غروب الشمس اللي انت عاوزاه. عادي انزل عليه برز بنفس المعيار يعني مثلا وتوطي عليه اتنين مثلا كوبايه رز بسمتي مثلا قدامهم اتنين ميه عادي لا جدا. تلاتة ميه يبقى هو كده بياخد ميه اكتر من الرز العادي بالظبط كده. تمام خلاص وتسيبي الميه تغلي شويه وبعدين انزلي عليه بالرز. تمام. لازم الميه يكون بتغلي. حلو قوي. بعد ما خلص الكلام ده الرز طلعيه، حطي بقى اللحمه المفرومه والجزر والحاجه اللي انت عاملاها دي وقدمي. حلو. هنعمل جنبه بقى شيش طاووق. شيش طاووق في ناس بتحبه بالصدور، ناس بتحبه بالوراك. اللي بتحبه بالصدور يجيب الصدور زي ما هي وتتقطع بالحجم اللي هو عاوزه. عاوز يحطه في تسبيكس او الخله الطويله ما فيش مشكله. نجيب الصدور او الفخاد. الفخد بيبقى جاي مخلي، بيبقى محطوط على اتنين كده لما تفتحيه على اتنين بتقص الاتنين دي اتنين. يبقى الفخذ الواحد بيتقطع اربع حتت. تمام خلاص كده. تمام. في لو انت جايب الفخذ صغير خليه على حتتين بس عشان على حسب بقى حجم الفخذ، على حسب الحجم اللي انت جايبه. تمام. بعدين احنا بنشطفه شطفه كويسه. بنقطع سلايز ليمون سواء للصدور او للوراك اي مكان. سلايز ليمون، سنه خل، سنه دقيق، شويه ملح، وتقلبي ده كله في بعضه وتدعكيهم دعكه كويسه، وبعدين تشطفيهم شطفه كويسه وتسيبهم في المصفى لحد ما ينزل كل الزفاره اللي فيه. تمام. ناخد الكلام ده كله سواء الفخاد او الصدور، نجيب معلقه مستردة، معلقه هريسه، شطه، ونحط معاها شويه توم محترمين كده، معلقه توم محترمه مفرومه، شويه زيت، نحط معاها معلقه صلصه بوري سن صغيره، وبعدين تقلبي ده كله في بعضه، تعصري ليمون، سنه خل، وقلبي الكلام ده كله، وفي الاخر خالص اديله علبه زبادي. وقلبي ده كله، امسكي بقى البصلايه، الفلفل الالوان، قطعيهم مربعات كده حلوه كبيره. تاخدي حته الشيش طاووق في الخله وتاخدي معاها ثلاث انواع دول، بصل، فلفل الوان، احمر واصفر واخضر، وبعدين تخشي برضو بالتانية لحد ما السيخ ثلاثة. تمام. السيخ ثلاثة يبقى محترم. تمام. بعدين تحط الكلام ده كله في صينية ودخلي الفرن. أوكي. عندك شواية حطي في الشواية، في الشبكة بتاعتك وحطي على الشواية. في ناس عندها شواية كهرباء بتحط في الشواية يطلع تحف. بعد ما يطلع ده يتقدم جنب الحاجة وتبقى زي جنب الرز. عشرة زي الفل. ممكن يتاكل معاه شوية بطاطس شيبسي، شوية بطاطس بيتي هميت كده جميلة. وبالهنا والشفا، ونشوفكم بكرة إن شاء الله. طب ومهلبية قمر الدين بكرة؟ بكرة يا جماعة مهلبية قمر الدين.